وفي المحافظة الجنوبية أعلن رئيس المركز الإشرافي القاضي إبراهيم الزايد النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، والتي أسفرت عن حسم نتيجة الانتخابات النيابية من الدورة الأولى في 4 دوائر من أصل 10 دوائر في المحافظة الجنوبية، وهي الدائرة 3، 5، 8، و10، فيما ستتم إعادة الانتخابات في 6 دوائر في المحافظة لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية اللازمة للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات. أما في الانتخابات البلدية فقد أسفرت نتيجة الاقتراع عن حسم الانتخابات من الدورة الأولى في 2 من أصل 10 دوائر في المحافظة الجنوبية، وهما 7 و8، فيما ستتم إعادة الانتخابات في 7 دوائر في المحافظة لعدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية اللازمة للفوز في الجولة الأولى، ودائرة تم حسمها بالتزكية وهي 10.